في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، على إثر معلومات مؤكدة واردة إلى المجموعة الإقليمية للدولة الوطني بن صانم، مفادها وجود شبكة دولية عابرة للحدود تنشط في استيراد، نقل وترويج المخدرات في إطار جماعة دولية منظمة، انطلاقا من دولة فرنسا ثم إسبانيا نحو الجزائر. استغلالا للمعلومات الواردة وباستعمال أساليب البحث والتحري الخاصة، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدولة الوطني بن صانم في عملية نوعية من تفكيك النواة الرئيسية للشبكة الإجرامية المتكونة من 12 فرد، بتوقيف 7 من أعضائها وتحديد هوية البقية، حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة تتمثل في 1.3 كيلوغرام من الكوكايين، 35 ألف قرص مهلوس من نوع إكستازي، حجز 4 مركبات، قطع غيار مختلفة، كمية من المشروبات الكحولية، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب 122,750 دينار جزائري، والعملة الأجنبية مقدرة ب 2860 أورو و8 هواتف نقالة. بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.